هلا احنا الوصفه هاي طبعا ام علي ممكن تعملوها بعجينه البفباستري، ممكن كمان تعملوها بالكروسان. هلا انا كاتبه لكم بالمكونات كروسان بالزبده، يعني اذا حبيتوا تستخدموا النكهات الثانيه اللي بيكون محشي بالشوكولاته اكيد بيصير، بس صراحه الاطيب انه احنا نستخدم الكروسان الزبده. هلا راح اورجيكم كيف اول خطوه راح نعمله هون، كيف نحضر للتمر. خلينا نجيب طبعا هون انا عندي 250 جرام من عجينة التمر، طبعاً التمر اللي أنا مستخدمته هو التمر المطحون، أخذت 250 جرام منه، وهلا هون أنا سخنت مي، طبعاً أنا شو كاتبة لكم بالوصفة؟ كوب من الحليب السائل. هلا أنا ليش راح أحط المي؟ لأني أنا بدي إياه شوي يكون عندي خفيف، فإذا حبيتوا تحطوا الحليب السائل أكيد بصير، أنا هون بس راح أخفف في المي، تمام؟ رح احكي شغله كثير مهمه، هسه الكروسان لازم يكون عندنا بايت، والاطيب انه يكون عندنا قديم، ليش احنا بنحبه بايت او قديم انه يكون مع ام علي؟ حتى يشرب عندنا الدريسنج الحليب خلطه الحليب اللي احنا رح نعملها. فاذا انتم اشتريتوه كان عندكم انه فريش او حابين تعمل فيه بتدخلوه الفرن شوي، تقريبا بتدخلوه هيك حركه 10 دقائق حتى انه هيك ينشف معكم. هلا هون أنا رح أمسك هاي الكروسان كلياتهم وأفتهم بهاي الطريقة. طبعاً هون أنا عاملة أول إشي هون عندنا الكروسان فتيناه، طبعاً قطعناه تقطيع شوي خشنة، وهون أنا شو عاملة؟ طبعاً أنا بدي أعزها في التمر، يعني إحنا مثلاً أم علي العادية بنحط لها الزبيب، هون بنقطع لها تمر وبنحطه بيناتهم، تمام؟ أيوه شوفوا قديش بتطلع معنا طيبة، يعني هيك طعم التمر. طبعا هاي لازم اركبها واخذ منها قبل ما اطلع. بدنا نحط جوز عين الجمل كمان هون انا قطعته. في شغله انا بحب دائما اعملها انه بحمص الجوز قبل ما احطه على الكروسان، كمان هذا بيعطي طعم طيب. هاتوا نحطهم كلهم. هلا شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نعطي هاي التخليطه. اوكي هسا عندنا هون الكروسان صار جاهز. هلا هون خلاط الكوكتيل، عندي الخلاط هون قزاز عشان انا مستخدم هون مي سخنه. اللي راح اعمله راح انزل المي مع التمر، تمام؟ بسم الله. هيك نزلنا. شو راح اعمل هون؟ راح انزل نص كميه الحليب حتى بس انه يتحرك عندي الخلاط. اوكي. طبعا هون انا راح استخدم لتر من الحليب السائل تقريبا، وراح نخلط. اوكي يلا بسم الله. راح انزلها هون، شوفوا عندي قوام التمر. طبعا التمر بيعطي كثافه للخليط، يعني بتحسوه مثل الكريمه فعلا. يعني اذا حبيتوا تستغنوا بالوصفه هاي عن الكريمه اكيد بصير، لانه هو رح يعطي القوام الكريمي. هلا بدك تكملي بالحليب؟ رح اكمل هون عندي بالحليب. بسم الله. طبعا انا حاطه 3 كاسات حليب بالوصفه، هون انا حطيت 4 بس عشان كميه عندي الكروسان شوي كبيره. وراح احط هون كوب من الكريمه السائله، طبعا الكريمه السائله هون هي كريمه حلويات. تمام. واخر شيء راح احط هون الحليب المكثف المحلى. اوكي هذا بعطي زياده حلاوه وبتخيل بعطي كثافه. نعم. هلا راح احكي لهم شغله. بصير نستغنى عن الحليب المكثف برجع ذوق شخصي، يعني انا مره عملتها من غير ومره عملتها مع، حسيتها يعني ناقصه حلاوه. يعني حلاوه التمر لحالها ما بتكفي، فهون راح نحط 3 ملاعق كبار من الحليب المكثف المحلى. حبيتوا تستبدلوا الحليب المكثف المحلى بالسكر اكيد بصير. اوكي هلا هون بنحطهم هيك خلصوا، وبعديها راح احط الطنجره على الغاز. هون راح نحط القرفه، يعني ليش بنحط القرفه؟ لانه بتلبق التمر، بحب القرفه كثير بتلبق معه. ممكن انا حاط قرفه، حاط زنجبيل بودره، وحاط هي المطحون، ممكن تحطوا نوع واحد، بس مثلا هلا ليه انا بحب الزنجبيل؟ الزنجبيل عم بيعطيها هيك بيعزز طعم القرفه، يعني بيعطي هاي الحرور الطيبه. وبيعطي النكهه الطيبه. الهيل طبعا بما انه احنا مستخدمين قرفه، الهيل كثير طيب مع القرفه. يا سلام. والهيل كمان طيب مع التمر. هلا بأم علي العادية احنا فقط بنستخدم القرفة لحالها. الحليب يعني غلي. خلص غلي منيح. بس خليني انا ادرس. بسم الله. بسم الله. يلا يلا.
يلا بسم الله. يعني غرقوها حتى أيوة. ما تطلع معكم ناشفه.